أنا ما بوقف غني تحت الدوش. أنا بغني تحت الدوش كتير. مو أنا ما بوصل متأخر على مواعيدي، أنا كتير بحترم مواعيدي، والدليل أني أنا كل هالسنين بعمل كل هالبرامج ولا مرة تأخرت على اللايف. شنو كتير يعني مزبوطة في مواعيدي، وبعدين ساعات بتخانق مع الناس، يعني لو مثلا مستنيه حد الساعة مثلا 6 وما جاش بتضايق، ممكن أخصمه كمان. من زمان وحشت اني اصحى من الليل اقوم افتح البراد ولا اروح اي مكان اكل، حتى على اكل اليومي مالي جلاده، ما بالك اكل الليل مالي جلاده. ايه ده بنس، لو اكلت بالليل بوعي جعان، لو ما اكلتش بالعكس يعني بصحى مش عايزه اكل. البس القطعه نفسها اكثر من مره؟ اي انا ومو انا الاثنين، بعض الاحيان بلا بلبس ليش لا. انا بس يعني لو مثلا طلعت بيها في حفله وكده، وكان او مثلا في ذا فويس، فاكيد بيبقى الاكسبوجر كبير قوي، فبقى ممكن ما البسوش تاني او البسه يعني على استحياء يعني. لا انا ما اذا حطيت في قراري اني ما اسامح، ما اسامح وما انسى، ما انسى نهائيا. لا انا بسامح وبنسى، يعني عندي نعمه اسمها النسيان، فبالتالي بسامح وما عنديش حاجه. لو حد اعتذر يعني لازم اسامحه، لو ما اعتذرش وفضل انه بيغلط او تغلط يعني خلاص، يعني انت او انت مش موجودين بالنسبه لي يعني خلصنا. حياه اسهل من كده يعني كتير يعني. لا مو انا، مو انا بالعكس. حلو انك تعيش كل عمرك يعني، وانا صغيره اقول ان شاء الله اكبر عشان اسوي كذا، الحين لما كبرت اقول الله الحين انا اعيش ازدهار، يعني مثل ما يقولون خلاص انا الحين كل اللي كنت وانا صغيره ابغيه احس اني الحين بلشت احققه الحين لما كبرت. عشان خالص محدش ما بيكبرش يعني، كلنا بنكبر فعادي يعني، المهم نكبر حلو متصالحين مع نفسنا. حابين تستمتعون باحلى اصوات احلى اللحظات اللي بنعيشها كمدربين مع بعض ومع المشتركين والمواهب على MBC 1؟ تابعوا حلقات The Voice كل ليله سبت على MBC 1.